عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير ان شاء الله. المهم اليوم غادي نوجد معكم هالتاكوز، كنتمنى يعجبكم. كيجي لذيذ لذيذ بزاف، هذه طريقه مكسيكيه كتجي فريمون زوينه بزاف. المهم كيف ما كتشوفوا معايا كيجي بلافوكا وبالكفته، وطريقه سهله يعني ميم با 30 مينوت وجد فيها شي كامل. مع ذلك انني هذا البان شريتو ماشي في الدار صايبتو. المهم كيجي سهل 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 ومزيان بيد الصغار وفي فيتامينات، وكعرف الافوكا مزيانه بزاف بالنسبه للصغار اللي ما كيعجبهمش الافوكا، وفيه فرماج فيه غير الكفته. المهم كنتمنى يعجبكم الطريقه، وخليكم معايا من البدايه حتى النهايه ان شاء الله باش تشوفوا التاكوس كيفاش غادي يجي. المهم البنات كيف ما كتشوفوا، باش نوجدوا التاكوس غنوجد الحشوه اللي غندخل فيه. هنا قطعت واحد البصله كبيره، قطعتها طريفات صغار، ودرت شويه زيت العود، وهنا غندير شويه البزار المهم على حسب الذوق، وغندير الملحه، وغنتسنى حتى تهبط هذه البصله هذه، ونحط فيها الكفته اللي عندي انا كتا على حسب الذوق ديالكم. المهم انا جبتها من الفريغو راه نزلات. المهم غادي نحطها هنايا ونطيب هذا الشيء ونرجع معكم. هنايا عندي جوج الحبات ديال الافوكا، غادي نشدهم وغادي نقطعهم طريفات صغار، وغادي نمعسهم حتى يوليو فحال شكل الزبده، ونرجع معكم شنو غادي نزيد عليهم من بعد. هنا كيف ما كتشوفوا معايا قطعت جوج ديال الافوكا، وهنا عندي واحد انشالوت، واحد ديك البصله صغيره انشالوت. المهم هنا فلفله حاره كناخذ منها غير شويه، وهنا واحد نص ديال المطيشه نقطعو حتى هو طريفات صغار، وغادي نطحن كلشي هنايا ما فيه ما يبقى معس بيديا. المهم غادي ندير كلشي في ماكينه، وغندير شويه البزار وشويه الملحه وشويه الحامض، غير نعصر شويه الحامض فوق منهم والملحه، ورجع معكم. فوالا كيف ما كتشوفوا طحنتها وزدت عليها شويه الزيت، حتى طحنتها درت لها العطريه. المهم كيف ما كتشوفوا كنعصر على الحامض بحال هكا باش ما تزرعكش، حيت لحقاش راكم عارفين الافوكا كتخسر بالزربون، وممدوح ما غندخلهم في الفران يعني غادي باش تبقى كيف ما هي، فوالا يبقى لها الكولور ديالها هو هذاك. المهم انا غادي نخلطها مزيان 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 تدخل مع هذاك الشيء كامل، ونجيبوا لي تاكوس. انا غير كنشريهم ما كنصايبهمش. وبالنسبه للحشوه ديالنا، فوالا عندنا هنا البصله طيبتها هي والكفته. المهم طعبوا ودرت معاه زدت عليهم غير واحد دامه البنة ديال اللحم، زدت عليهم من الفوق غير ما درت العطريه. المره اول مره ما غاديش ندير عطريه فيها، حيت نورمالمون هي هكا اليوم درتها على حقها وطريقه يعني نورمالمون خاصها تكون هكا. فوالا انا بعد مرات كنزف عطريه، كنزف هذا الشيء حوايج من عقلي زعما، مي اليوم غادي ندير داك الشيء هو هذاك. المهم درت فيها غير نمره البنه من الفوق، والملحه والبزار وشويه زيت العود، ودرت البصيله والكفته، وهنا درت البوليكامول هاو وجدتو. المهم هذا تقدروا تاكلوها غير بلي شيبس، كتجي غزاله 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 في لابيرو، كتجي فريمون زوينه. انا كناكلها غير بالشيبس دائما، كنديرها غير هكا غير بلا ما ندخلها في الحشوه ديالي، كتجي زوينه. جربوها وكونوا اكيد ان غادي تعجبكم. لافوكا بحال هكا سالي وتاكليها غير بلي شيبس بحال هكا كتجي زوينه. المهم نجيب لي تاكوس وانا معكم. فوالا البنات انا درت هاد الفرماج، هذا نورمالمون اللي خاصو يدار هو هذا. انا نورمالمون بعض المرات كندير غير الفرماج كيف ما كان، كندير فرماج غابي اللي عندي في الثلاجه كنديرو، ولكن نورمالمون راه هذا هو الفرماج اللي خاصو يدار في هاد التاكوس. المهم معليناش، المهم غندخلو الميكرووند واحد شويه، وغير باش يحاول غير يشد شويه هنايا في هاد لاباط هادي، ورجع معكم. شوفوا خرجوا الميكرووند غير دابا غير واحد شويه، ودابا غادي ندير عليه الحشوه بحال هكا كما كتشوفوا. غادي نزيد نعمرو بالكفته لاصوص اللي عندي، وهنا غادي ندير هاد لاصوص هادي ديال الافوكا اللي هي حاره، درت فيها الفلفله حاره يعني كتجي واحد كتعطي واحد لوكو واعر زوين بزاف. المهم وهنا غادي نديرها هكا نغلق عليها شويه باش تشد بعدياتها،
وهنا غادي نحطها في لاطا ديال الفران كما كتشوفوا انا وجدت ديجا. هنا غادي نحطها هنا باش ندخل الفران. المهم غادي نكمل داكشي اللي باقي عندي ونرجع باش ندخل كلشي الفران. فوالا البنات ملي كملت كاع لي ساندويتش ديالي عمرتهم حطيتهم هنا غير ثلاثه غادي نخشم في الفران واحد 5 دقائق 10 دقائق ماكسيموم ما غير 5 دقائق ونخرجهم غير باش هاد الخبيزات الخبيزات. المهم هاد الخبز هاد العيش هذا غير باش يطيب يترخى وداك الشيء ينسجم معاه وصافي. المهم غادي ندخلهم واحد 5 دقائق الفران سخون على درجه 200 درجه الحراره ونخرجهم وها انتما معايا. فوالا البنات الشكل النهائي ديال لي تاكوس كيجيو غزالين كيف ما كتشوفوا معايا كيجيو فريمون واعرين بطريقه زوينه وكنتمنى تعجبكم وفريمون كيف ما كتشوفوا فرماج فوندو كيف ما كتشوفوا هكا ولافوكا ما كتحركش لا كولور ديالها كتبقى كيف ما هي خضراء ملي كديروا فيها الحامض وكتجي فريمون بنين وزوين زوين زوين بزاف بزاف بزاف. كنتمنى تعجبكم الطريقه وكنتمنى تجربوها وتكتبوا لي في الكومونتير كيف جاتكم. وغنقول لكم بيزو بسلام عليكم على فيديو قادم ان شاء الله.